ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداولت صفحة فيسبوكية فيديو لمواطن يشتكي من خلاله عن معاناة ساكنة عمارات بمدينة القنيطرة، حيث أن مرأب العمارة مغمور بالمياه مما قد يسبب خطرا على أساسات العمارة، مما اضطر الساكنة للاستعانة بمضخة ماء من أجل إفراغ المياه. كما أكد من خلال الشريط الذي وثقه بضرورة تدخل شركة العقارات لمعرفة سبب تسرب المياه إلى مرأب العمارة، مع التأكيد أن هذا المشكل يشمل أيضا العمارة المجاورة. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم إخوان أحد سكان عمارة الضحى بمدينة القنيطرة، وبالضبط عمارة العصام الإيمان أو مجموعة الإيمان في الضحى العصام. عندنا واحد الحالة هنايا اللي هي مثيرة للقلق لدى جميع الساكنة، ولكن لا يوجد من يحرك ساكن، هو كون أن هذه العمارات كلهم عندنا ما يناهز 22 عمارة كلهم تحت منهم واحد الليكاف، وهذا الليكاف غير صالحين للاستعمال. هناك فقط واحد المنفذ هو اللي تيسمح لك بس تشوف شنو كاين. احنا داخلين تنشوفوه الا سمحتوا لي. هو انا غادي نقرب تاع لحداه، هو هذا فقط، هو هذا. انتم كتشوفوا التيو اللي محشي فيه، هذا هو المرأب، هو هذا صعيب الاقتراب القتله. هذا هو المنفذ ديال لاكاف ديال العماره، وهذا تيو اللي خارج فيه خويا الماء. وهذا النهار من الصباح والموتور ديال تيجبد الماء من تحت العمارة الى حدود الساعة. الخطير في الامر هو ان هذا الماء اللي تحت هذه العمارات راه تيكون واحد الخطر على العمارة، على البناية كلها، ماشي غير في هذه العمارة، جميع العمارات اللي موجودين في هذا الضحى كلهم فيهم هذا الليكاف من هذا القبيل. انتم كتشوفوا المياه هنايا، راه اليوم من 10 الصباح وهي كتخوي. خرجت انا من 10 الصباح لقيته كتخوي، مازال كتخوي لحد الساعه. الان عاد سكتوا الموتور، ما عرفناش شنو المآل تاع هاد المياه، ولا فين يمكن، ولا شنو وقع تحت هاد العمارات. وهذا راه هذا بمثابة انذار، تنطلبوا من السلطات ديال المدينة كل من موقعه باش يتدخل ويشوف هذا المشكل اللي مطروح لنا في هاد المجموعة السكنية ديال الإيمان العصام بمدينة القنيطرة. نحن تنهجوا هذا الخبر لكم انتما كجريدة إلكترونية متميزة باش يمكن يترفع الصوت ديالنا إلى الجهات المسؤولة باش يلقاونا شي حل، أو يعطيونا أو يقلبوا على السبب ديال هذا وجود المياه تحت هذه العمارات كلها. أنا تنقول وأكرر، 22 عمارة كاينة باستثناء جوج العمارات اللي ما فيهمش ليكاف، و20 عمارة فيها لاكاف، وكل شيء عامر بالماء. إذا شكرا جزيلا للإخوان، نتمنى أن هذا النداء يوصل للآذان المسؤولين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.